مرحبا وأهلا وسهلا فيكم مع رجا توكينج لايف. أول إشي خليني أشكركم كتير على متابعتكم وعلى كل الأسئلة اللي بتبعتوا لي إياها، وكمان حابة أرحب بالمشتركين الجداد بالقناة وشكراً كتير على اشتراككم وعلى إنه أنتوا قاعدين بتشيروا القناة هايدي مع أصحابكم علشان إحنا ننشر السعادة إن شاء الله بالمجتمع العربي كله. أنا كل مرة بطلع وبحكي لكم على تطوير النفس والتنمية البشرية وشو يعمل الواحد ليقدر يغير شوي ويطور من حاله. المرة هاي بدي أخلي الفيديو قصير وخفيف كتير على قلوبكم وخليكم كمان تفكروا بالسعادة من منطلق تاني. فتعرفوا المثل العربي اللي إحنا دايما منقوله اللي بيقولك جاور السعيد تسعد؟ اوكي سو احنا عاده ما بنفكر بالامثال ولا بالاشياء اللي بنتوارثها اجيال عن اجيال، بس كلها بتصب بمجرى واحد واللي هو كمان انه الطاقه وكيف احنا نضل نرفع من معنوياتنا. إذا عندكم امثله عربيه بتحكي على الطاقه قولوا لي علشان اعمل عليها حلقات، او انتو كمان تقولوا لي انه هاي واو يا عن جد هيدي لها دخل بالطاقة. اليوم بدي قلكن جاور السعيد تسعد. ما قلت لكم حيكون خفيف الفيديو اليوم. سو جاور السعيد تسعد ليه؟ هي بس هيك يعني انه انا اروح ادور على واحد مبسوط واروح اسكن جنبه؟ لا طبعا، لانه السعادة كمان هي contagious يعني معدية، الضحكة معدية. لما طيب أقولكم شيء، هلأ أنا أضل أضحك أضحك قدامكم وإنتم مكشرين، طول ما أنا عم بضحك غصبا عنكم بالآخر حتضحكوا حتى لو إنتم ما بكم تضحكوا. فهي فعلا الضحكة البسمة السعادة معدية. فمن منطلق علم الطاقة شو تفسيرها؟ هلأ الإنسان السعيد بيكون عنده الفايبريشن او الفريكوينسي تبعته اللي هي يعني الذبذبه، بذبذبه بتكون عاليه. الانسان لما يكون مش مبسوط، لما يكون حزين، لما يكون عنده مشاكل كثيره، الذبذبه تاعته تبعت الطاقه تبعته الهاله والطاقه الجسميه والطاقه الروحيه وكل انواع الطاقه اللي بنحكي عنها البشريه بتبقى واطيه. فعشان هيك لما يكون الإنسان مبسوط بيبقى بذبذبة عالية. وإيش معناها هاي؟ هاي الذبذبة العالية هي اللي حتخلينا أنجح بحياتنا، حتخلينا مبسوطين وسعداء أكتر. فعشان هيك جاور السعيد تسعد. يلا المرة الجاي حاحكيكم على أمثلة تانية أو أشياء حتى من الدين تبعنا اللي بتحكي فيها على الطاقة بس إحنا ما منفكر فيها. في كتير أحاديث للرسول عليه الصلاة والسلام، في كتير أشياء بالأديان بتحثنا على إنه إحنا نكون سعداء وكمان نغير من أنفسنا علشان إحنا نكون أفراد صالحين بالمجتمع. يلا أنا ما بدي أطول عليكم، باي باي. Again I love you all. شكراً كتير على حضوركم معنا، وأشوفكم المرة الجاي مع كمان فيديو نحكي فيه كيف إحنا نكون مبسوطين، كيف نطور نفسنا، كيف نبني علاقات كويسة وذر مع الناس اللي حوالينا أو مع أولادنا وأزواجنا. الله معكم، شكراً كتير، أشوفكم المرة الجاي على خير. يلا مع السلامة. Bye-bye.